كمان فوزي قفته كمان حجز القف ربي فاطمه مشات شنو ديو الفيديوهات بتاع مستويات جمعه هذه برشا مطر والدنيا واحد والعباد كل تزلق في المطر وتزلق في البرد باش نركزوا خويا على الزلقان الفيديو يزلق في الشاح مو يزلق في المطر ماما حاسيلو هذا قلنا الموت الامريكي هذايا خويا مرته عطاته قاضيه اللي باش يهز القاضيه الراجل الامريكي هذايا ومرته قتلو خرج الزبله في يدك قالها لا ما نخرجش الزبله وهو خرج من الوحده وحصل من يكون بالحسبان يا فوزي نشوفوا الاخ كيفاش خرج ويحكي في التليفون عمل الخطوه الاولى وتعدى مسكين تعدى تروج الكل ومازال يتعدى في التليفون مسكبش في التليفون يتعدى في التليفون يلا الكل مع بعض صحيت صحيت شوف القوش لك تنطرت والتليفون مازال شلك تنطرت وصلت لا حتى هو مازال جاه ربي لا عاد تقولوا لنا هبطوا البوبال نداء الى مرتي كل انسان العالم اي مرات شي خير من هبطوكم احنا مالك هو ذا تنطبق عليه دعوه يكبك واللي يجي يكبك في جرد بعض وبنكمل مع بعضنا الفيديو ساكن ما تكمل شوف مع بي عنده مشكله شويه بي كاس كليا في تبني عزب قال رجاء ان نساء بربي ما عادش نهبطوا لكم الفوبيا يا صادق قلت له مالك ولا مالك صادق ما انت ذا بلي ليه ولا بالحق جير كمل صادق قلت لك الفيديو الثاني نهبط البوبيل ما عندي حتى مشكله انت عملت مشكله فيكساسيون عندك برا شفت طبيب بالحق يلا اخوي كمل الفيديو الثاني العائلة كاملة عملت فيكساسيون وشريت صباط جديد. مش موتيتك البلاصة سيدة قاب أبدا ما غاديش. لا لا موتيتك. ماهيش موتيتك. مش لا 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 لا. اخدم معنا اخدم. مش موتيتك. خويا عاد خويا الشطة هكا الحصة تفضل خويا. عايشك تفضل. دونك الفيديو هذا هو عائلة كاملة يعانيوا من إشكالية الصباط الجديد. فوج عرفتك صباط جديد تاخذوا يقزقز يزلق. هما عائلة كاملة شريوا في الصول صبابط كيف كيف وخرجوا مع بعضهم. نشوفوهم لهنا كيفاش خويا يدور بصغاره. باش يطيح الطفل الصغير طاح الطفل الثاني وكمل طاح بوم طاح عائله كامله برد وقت عيله تكبت معناتها صحيت 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 كمل الفيديو الثالث الفيديو الرابع الواحد ثالث بربي قبل الثالث بيا بجا ربي اقف بلا صدق اي صدق شوي شوي بربي قلت لك ناخذ بلا صدق شوف الوهره بربي قلت لك ما يكون بيا راك اسمع راك الوهره اي وهره الوهره تاخذ بلاصه الناس عادي كيفاش فيها وهره امشي علي هيا بيا خلاص اسمع هي مسكينه قاعده في قلب عندها مده فما تخليها مساج الفيديو الثالث يا بيا الواحد في صلي على خلينا نكمل سابق الفقره تحدثنا الكل صحيت صحيت وين اقعد بيا اقعد اقعد ليه؟ بيا تكون خير هاي صدق خير بصراحه خليك الفيديو الثالث يا بيا مسكينه اما لا بيا مسكينه عندها مده مسكينه باش لاحظ خلي الطاب هاي كمل الفيديو الثالث يا فوزي الواحد ينحي في الثلج في الجبل هو قاعد يقول في الثلج في الجبل حبيبي في الجبل وحصل لما يكون في الحسبان نشوفوا لهناك شوفوا كيفاش قاعد ينحي في الثلج في الجبل في الجبل حبيبي في الجبل الثلج في الجبل وقعد هابط برا لوطيه وصراحه مسكين قاعد يتزحلق قاعد يمشي كيكا يمشي 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 هو قاعد يمشي لقوه في شيره فوشينه بتزحليق راه سرح معناتها سرح خلطت بعيد تبارك الله صحيت صحيت الفيديو الثاني الرابع يا بيا يورينا قوة العلاقة بين الأصدقاء، ديما الكلنا عنا كصاحب اللي تحسه عتبة. يبدا عتبة كي دروج بحذاك، ديما يجيب لك في المشاكل. السيد هذا يدور بالكلب نتاعه وجا صاحبه عمل ملم يكون في العصبان. نشوفه صاحبه. هو قاعد يدور بالكلب نتاعه على روحه وجا صاحبه قال له يا عندك كلب. صاحي صاحي على راسه مسكين هنا وفيه من العتبة هنا وفيه من العتبة العتبة اللي جاز يتزحلق هذاك ريلاكس بلاك على اول عتبة يعطيك الصحة